اتفضل. تعالى يا بابا. نهار اسود. انت ليه مقعدينك في باسكت الزباله؟ مش فاهم انت ليه شايفاني مونولوجيست، بس تمام. عندك لابتوب؟ مش فاكره. بص تحت السرير كده. هو انت ليه تحطي اللابتوب تحت السرير الا اذا كان قديم مله؟ وده يفيد يضحك بصراحه. ايه ده؟ ايه في مخلوق بعين ازاز كده باصص لي؟ ده شوكت. شوكت مين؟ الدبدوب بتاعي كدب عليا عاقبته تحت السرير. هو عموما وجود الدبدوب في اوضه زي دي ده كده كده عقاب. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه ده؟ ده إيه ده؟ ده إيه ده؟ يا بنتي وأنت سعيدة كده ليه؟ أنت مستوعبة اللي أنتوا فيه؟ أنت مستوعبة أنا مين أصلاً؟